سور دوز ايكول كبار تاع باسكيت الزهراء المنستيري ديما متوقع باش يكون ماتش كبير. ظهر لي عملناه البطل والوصيف ظهر لي معناها نسبة كبيرة من لاعبين المنتخب موجودين في زوز فرق المنتخب اللي هو بطل افريقيا سي نورمال نشتاق باسكيت مزيانة وباسكيت باهية الحمد لله النيفو قاعد يطلع معناها تاع ليزيكيب الكل معناها من ماتش لماتش في الشامبيونان تعرف كملنا ليكيب ناسيونال مخر بريباراسيون كانت لهني فهم برشا كيبات من الاول كانوا مش حاضرين تغزر النيفو تاع الماتشات طلع وتحسن ان شاء الله من هنا البلاي اوف معناها نوصلوا معناها ليكيبات الكل في التوب دو فورم تاعها مسير كان عندنا صعوبات من الاول تعرف خرجوا جوهرات واحد كل شيء سيرتو الصعوبه كانت في المركز واحد تعرف تلعب بعمر عباده عامين في كاليبر نتاع احسن رير في افريقيا باش تعوضوا صعيب ان شاء الله لاعب اللي جبناه ذكي برشا تاريخ كبير مي فيزيكمون مش حاضر عنده مده مرتاح ان شاء الله يعاوننا ويعطينا الاضافه وترجع ليكيب اورغانيزي خير وتكربيري خير وكالعاده مراهنين جديين على اللقب وكوب دافريك مش وقت هذيك ان شاء الله من مارس نبدا نحكوا عليه. يعطيه الصحة ايش يعطيه الصحة هذيك توريك الشخصية نتاع الجوار عم ناول فهالي فينا شامبيون شفتوه الباني لاكور دي بلوس فوت وتروا بوان معناها لاكور دي بلوس فوت اليوم باني وبوزور تعرف لي جوار عنده شخصية كبيرة وذاك اللي يصنع جوار كبير ربي يعطيه الصحة يعطيه الواحد يكمل هكاك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله ما يقولوا امريكي كهو خويا كما قال الكوزان خويا نخف الخدمه نتاعو هو ان شاء الله نطلعوا كيفه ان شاء الله نطلعوا بخير ان شاء الله لاباس لاباس.